تتابعين ديالي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ الحمد لله والشكر لله. كنقول لكم مسبقا مبروك العواشر، مبروك عيد المولد النبوي الشريف، ان شاء الله نوصلوا ليه بالصحه والسلامه. واليوم غنصيبكم واحد الحلوه اقتصاديه وسهله في متناول الجميع، كلشي يمكن له يصيبها، اللي عنده اللي ما عندوش، اقتصاديه ديال نهار العيد والايام العاديه ان شاء الله نصيبوها. غادي نبداو ان شاء الله، راه ساهله ما فيهاش تعقدات بزاف، وكما كتعرفوني انا خصكم نعيمه، دائما كنجيب لكم الحاجه اللي ساهله اللي كلشي يمكن له يصيبها. بسم الله، هنا غندير واحد الكبيسه الملحه هي الاولى، نزيدو هادي. هنا مايا عندي خمسة البيضات، حرارة المطبخ، بسم الله، ساهله هاد الحلوه حتى لاخر لحظه وتصيبوها، ماشي البروبو بوكو طون. نحيدو هادي، بسم الله، هانتوما هي هاد خمسة البيضات. انا غنزيد معاهم كاس ديال السنيده، شوفوا راه معامر ديال العنبه، اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد، انا خليتها هكايا. وغندير معاود مع واحد المعلقه ديال الحليب ديال البودر، اللي ما عندوش يعوضها بالبودره ديال اللوز، ولا يخليها هكا عادي كما بغيتو. بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. واحد الساشي ديال الفاني، هانتوما بسم الله، وغنخلط هادشي بسم الله غير بالربيز ديال الصبيع ديالكم. سهلة، لا بلا ما تحتاج لا ماكينة لا حتى شي حاجة. وغادي ندير ليها جوج كيسان ديال الزيت، الكاس الأول هو هذا، نخدمو هكايا بشوية. والكاس الثاني هو هذا ثاني، تنحيد هادو. وغندير واحد المعلقه ديال الكونفيتير ديال المشمش، يعني كتجي واعره هاد الحلوه وسهله، وكلشي يمكن له يصايبها حيت كلشي هادشي عندنا في الدار. اللي ما عندوش داك الكونفيتير ما يديرش، ما ماشي ضروري هادشي كله عيد تحسينات كنديروهم. بسم الله، والطحين حسب الخليط، الطحين غادي نبقاو نخلطو حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. نورمالمون كتهز كيل ولا ربع، هو بعدا مرات تيكون البيض صغير ولا البيض كبير ولا الكونفيتير منديرش. كنديرو خمارة ديال 11 غرام ولا جوج خمارات صغار ديال 7 7، صبيعاتكم. انا قلت لكم دغيا توجدوها ساعه هي طيبه عندكم موجوده، واللي بحال دابا انا كون كانت ما كاينش الشجان معكم راه ندير فيها ميم با نص ساعه هي موجوده. احبائي الكرام، انا غادي نجمعها ونقول لكم شحال شاطيه ديال الطحين ونرجع معكم. ها هي شحال هزت ليا، يعني بقى واحد حساب كاس ديال الطحين. ها هو غنحيدو هنايا، وهذه باش نخليو لينا لابلاص. كنخدمو نحطو هنايا، هنا المتتبعين الكرام ديالي، ناخدو هاد البيض ديال البيضة، هاد البيض البيضة. وغادا ناخذ اللي عندكم اللي فيلي ديال اللوز ديروه، ما عندكم هذا اللوز هكا اللي ديال هكا ديروه،
هاد اللوز اللي طويول هاك الزريعه. نشدو الطاوه، درت ليها البابي البابي كويسون. بسم الله نجيب شويه زيت. هذا بسم الله راه حلوه كما كنقول لكم، ساهله يعني في متناول الجميع وكل شيء يمكن له يصايبها. انتما كنديروا هكا ما تصغر فلا. وبصراحه احبائي الكرام انا كتعجبني هذه الحلوه اللي سامبل، كتجيني احسن من اللوز. شكون اللي معايا يخلي لي كومونتير. ما عنديش مع الحلوه بزاف ديال اللوز، كنبغي هاد الحلوات العاديين ولي صابلي. كنت في البيت راه كيما قلت لكم، باي حاجه بابسط حاجه كنفرحوا وليداتنا وكنصيبوا الطبله ديالنا نهار العيد ولا بلا عيد. هاد الحلوه ما خطاناش من الكوزينه ديالنا، يعني واخا ما كاينش العيد، والعيد هنا في فرنسا راه ما كاين عيد، لا نعيدو ممكن العيد نهار الثلاث الا نتجمعوا، حنا نتجمعوا حتى نهار الحد ولا السبت كلشي خدام. الله يسهل على كل واحد. انتما احبائي الكرام راه ساهله ما فيهاش تعقيدات ما فيها والو. انا غنكملها كلها هكا باش ما نطولش عليكم الفيديو ديالكم. ملي نكمل احبائي الكرام انا ساليت هاد الطاوه، هانتوما ها لي شاط ليا شاط ليا شويه واحد طويله صغيره غادا نصيبها. وهاد الحلوه اللي صايبت هنا في الطاوه هانتوما يا انا ما شاء الله كتخرج. انا نديرها في الفران، الفران ديال الغاز راه سخون، اللي عنده ديال الضو يدير 180 ويشعل عليه لتحت طيب. انتما يا انا وريتكم في الفران، رانا ما عاودت ضيقتها بشويه وزدت داك الطريف ديال سميتو العجينه اللي كانت باقا زدتها وضيقتها معاهم. انتما ما تعجنات ما تلاصقاش زعما تعجنات، شوفوا حيت ما قوياش فيها الخميره، يعني الخميره هي اللي كتنفخ بزاف الحلوه. في تقديم السبعي الكرام ديالي انا خرجتها من الفران، انتما ما شاء الله راه باقا سخونه. هاي باش نوري لكم الطياب ديالها، راه ساهل كتهبطوها شويه طيب من التحت وتهبطوها ثاني على الوجه ديالها. هانتوما شحال خرجت ليا ونطلقاو في التقديم يتبرد شويه يعني حنا سالينا. هانتوما ما شاء الله شحال خرجت راه. نتوما عندكم الاختيار، بغيت تخليوها هكا خليوها بوحديتها هكا، نتوما راه طايبه غزاله يعني الشرب القهوه ولا اتاي ولا اللي بغيتو تحطوها للضيوف تخليوها كما كنقولوا في الركنه كما حبيتو. انا كنفضلهم بجوج، نفضل هذا الشكيل وشكيل الاخر اللي غادي نوري لكم، نفضلها هكا عاديه ونفضلها ثاني نبغيها ثاني بالكونفيتور، اللي بغيها هكا ثاني بالكونفيتور غير شويه غير كد. هانتوما يا اللي كندهنوا لها الرويز ديالها كما كنقولوا، يعني بجوج زوينين. انتما احبائي عندكم الاختيار ديالكم، ولكن راه ما نقول لكمش كتجي، انا كتعجبني مع اتاي في الصباح والقهوه كتعجبني في سيرتو في الصباح. نساليها نطلقوا في التقديم. احبائي الكرام انتهت الحلقه ديال هذه الحلوه، ها انتم كما قلت لكم تخليوها هكا خليوها عاديه، خليوها على هذا الشكل هكا عادي، ديروا لها بالكونفيتور ثاني كتجي شكيلة اخر ثاني زويون. انتما لكم الاختيار احبائي الكرام، المهم هي المشاركه. شاركت معكم هذا الحلوه البسيطه العاديه اللي مقادير ديالها كلها في البيوت ديالكم، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق ديالكم زوينه. وإلا عجبتكم هذه الحلوه السهله اللي كنقولوا سهله مهله، ما تنساونيش باللايكات ديالكم والبارطاج ولي كومونتير ولي لايك. ميرسي ميرسي بوكو ميرسي.